تونس بلادي، انت عارف انه بلادي. يعني طبائع استثنائية جاءت نصرة لدولة فلسطين الشقيقة. تفضل. لا لا لا، تحية لشعب فلسطين الصامد، وانا اقول انه ربنا راح ياخذ لهم حقهم، رغم ان في الدول العظمى التي اتفقت على هذا الشعب المسكين. انا مش حاسس وراح نشوف اخرة المجرمين قريبا، لانه ربنا موجود. دماء الاطفال ستسطر نهاية هؤلاء المجرمين، يعني عاجلا ام اجلا، بس نحن ان شاء الله حنشوفها عاجلا باذن الله. واضحة الصورة بانه الاسلحة الفتاكة بوجه الاطفال لم تستطع ان تنتصر، فقط انجزت الاجرام والابادة والجوع، وبغطاء دولي. دماء الأطفال هي ستأخذ حق فلسطين، وأنا شايف أنه دولة فلسطينية قريبة بإذن الله، والشعب الفلسطيني رح يأخذ حقه. الله يرحم الشهداء، والله يشفي الجرحى، والله ينصر أهل فلسطين الأبطال الذين يقاومون هذا الاحتلال الغاشم، هذا الاحتلال المجرم، جيش الإجرام الإسرائيلي الصهيوني الذي لم يستقوي إلا على الأطفال والنساء والعجز. كيف يعيش راغب الفنان وراغب الإنسان كل هذه الأحداث؟ وماذا تقول للذين ينقضون الغناء والرقص في مثل هذه الظروف في فلسطين؟ الحياة أنا من الأشخاص اللي أول ما ابتدت أحداث غزة واللي صار لغيت أكثر من 10 حفلات، لكن الحياة ستستمر. وأنا شفت حتى أطفال فلسطين بالأماكن اللي هم هجروا إليها عم بيغنوا وعم يرقصوا. نحن لو وقفنا الغناء، وقفنا الرقص، وقفنا الحياة، وقفنا الصحافة، وقفنا الطب، شو يعني بنكون هل نحن نخدم القضية؟ أبدا. القضية نخدمها باستمرار الحياة، وستستمر الحياة، وينتصر فلسطين وأطفال فلسطين. إنما الذين ينتقدون هم ليسوا إلا من أسماء وهمية من عند العدو الغاشم، من عند هذا العدو المجرم، حتى يقولوا لأهل فلسطين أنه الناس ما بتشعر فيكم. مش صحيح. كل إنسان عربي، كل مواطن عربي يشعر بالقضية الفلسطينية وبالإنسان الفلسطيني، لا بل كل شعوب العالم أصبحت اليوم تشعر بالقضية الفلسطينية. وهذه الملحمة يعني التي تحدث تسطر بدماء الأطفال، دماء الأبرياء الذين سيقضون على الصهيونية بإذن الله، وسينتجون دولة فلسطينية بإذن الله.